يبقى احنا دلوقتي هناخد كل اللي احنا كتبناه قبل كده. خليني اكتب المعادلات كلها تاني، الستة في ستة اي اي اوفر ال واحد على اتنين ناقص واحد على اتنين زيرو زيرو ناقص واحد على اتنين واحد على اتنين ناقص واحد على اتنين تلاتة على اتنين زيرو ناقص واحد واحد على اتنين ناقص واحد على اتنين. وبعدين عندنا زيرو زيرو واحد زيرو ناقص واحد زيرو وزيرو ناقص واحد زيرو واحد زيرو زيرو و ناقص نص نص ناقص واحد زيرو تلاتة على اتنين وناقص واحد على اتنين. وهنا نص ناقص واحد على اتنين زيرو زيرو ناقص واحد على اتنين واحد على اتنين. اوكي، نيجي نكتب بقى ال deflection vector يو واحد ويو وفي واحد بصفر، يبقى دي صفر صفر. يو اتنين كانت ناقص تلاتة ال بي على اتنين اي اي ناقص تلاتة ال بي على اتنين اي اي. و في تلاتة بصفر، و في اسف في اتنين بصفر. يو تلاتة ناقص ال بي على اتنين اي اي وفي تلاتة ال بي على اتنين اي اي. ده كده ال ديفليكشن. ونكتب ال فيكتور، هنكتب لون تالت بتاع الفورس. دي بقى المجهول عندنا اف اكس 1 و اف واي 1. اف اكس 2 كانت ماينس بي، اف واي 2 مجهولة، و اف اكس 3 كانت بي اوفر 2، و اف واي 3 كانت بي اوفر 2. يبقى احنا ببساطة شديدة من الايكويشنز اللي هم بنسميهم سوري من الاوكسيلري ايكويشنز، على طول هنقدر نقول ان احنا عندنا هنا ايه، ده كله المفروض هيجيب لنا اف اكس 1. وبعدين ناخد لون تاني، ده كله هيجيب لنا اف واي 1، و الاخير بتاعنا اللي هو ده ده هيجيب لنا اف واي. مظبوط، دول الثلاثة auxiliary equations اللي عندنا. فلما ناخد الكلام ده ونضربه هنلاقي الاتنين دول نص ونص هتضربه في صفار، يبقى عندنا اللي يهمنا اخر اتنين اللي هم ناقص نص ونص. يبقى كده نيجي نكتب هنا ونقول ان ناقص نص يبقى ال بي على اتنين اي ايه على اربعة بقى، لان في ناقص نص هنا او في نص والناقص الطير الناقص. اوكي، وبعدين زائد نص ال بي على اتنين في اتنين اي ايه، ده بيساوي الايه اف اكس 1. يبقى اف اكس 1 بتساوي ربع وربع، يبقى نص
ال بي على اي اي، انا اسف، مضروبة في اي اي على ال، يبقى بتساوي نص. هنا خليني اكتبها صح عشان تبقى كاملة. المفروض ده في اي اي على ال، اوكي، يبقى اللي هيحصل ان دي هتساوي نص بي. نص اوكي دي اف اكس 1. نرجع اف اكس 3 برضو، اتنين الاولانيين هتضربوا في صفار، وبعدين عندنا الصفر ده هيتضرب هنا في دي، يبقى ده طاير برضو. هيفضل عندنا برضو ايه اف واي 1، هتبقى نص وناقص نص من دول، يبقى اي اي على ال نص وناقص نص، يبقى عندنا ناقص ال بي على 4 اي اي، وناقص نص يبقى ناقص برضو ال بي على 4 اي اي equals اف واي 1، يبقى من هنا اف واي 1 equals minus بي اوفر 2.